ما حد بيحاسب على خيلي أزيد مني. استعدت أنت بعد بفرسون غير بادي في الفترة الأخيرة؟ لا سألي هل قال لي هالكلام ولا لا؟ أنا جبت البحرين سنة 86 ما كان عندي ليسن رحيل. قولي لا تعال ليش ما جيت تشارك في البحرين؟ إيه رموز كبيرة جاية في هالموسم هذا بالذات. أنا هاي أحتاج أستوعبها. بس إذا ما في بس عيل ما في. أنا شاركت في كأس دبي يمكن من أول البحرينيين اللي شارك. شغلتي أسأل فقط. وأنت شغلتك تقول لي كلامك صح ولا كلامك غلط؟ عقب كل شيء قلنا إيش بقى؟ ظل جزء أعرف أنه مهم بالنسبة لكم كل سنة. يمكن تعودنا نسمع من سمو الشيخ عيسى بن سلمان، بس لا العام صار ولا هالسنة. وأعرف لازم نتناقش في اللي مضى، ولازم نعرف في المستقبل شي ينتظرنا. وأنا ما أظن أني بخلي أي سؤال يشغل بالكم وما بسأله. كرئيس تنفيذي شيخ سلمان صار لك الحين تقريبا سنتين تقريبا. اكيد لما دخلت وخذت هاي المنصب دخلته بطموح، نعم. كان في اشياء اكيد ودك تحققها وتنجزها حق النادي. بعد هاي السنتين اليوم بتقول لي انجزت اللي تبغي؟ في بعض الامور انجزناها، لكن في بعض الامور اكيد بتاخذ وقت. لكن يعني قطعنا شوط، وإن شاء الله عن قريب في الأسابيع القادمة والأشهر القادمة بنسمع إن شاء الله أخبار عن الإنجازات اللي إحنا إن شاء الله يعني مستهدفينها. فعن الأمور اللي يعني أنجزناها أتوقع يمكن أكثر شيء أبي أتكلم فيه الأكاديمية. الأكاديمية يعني للهيئة العليا ولسمو الشيخ عيسى كان مشروع جدا مهم. أنا أكيد بايك عن الأكاديمية، نعم. وبتكلم عنها يعني بالتفصيل من الألف إلى الياء، نعم. بس في البداية بعرف يعني الشيخ سلمان من خلال وجوده في هاي المكان أشياء أنت لما تقول أنا سويتها أنا فخور فيها. السباق الدولي، السباق الدولي كان يعني كان تحدي كبير، وأمانة يعني كنا سعيدين من النتائج أول سنة في 2019. و 2020 كان بعد سباق أقوى وأقوى. فيعني إذا بتسأليني شنو أكبر يعني شيء 100% سباق دولي. إحنا كنا معاكم يعني طول المواسم وطول الموسم، وكنا نتابع إنجازاتكم يعني خطوة بخطوة. فإذا باي بعددها إنجاز إنجاز أكيد بيكون على رأس القائمة السباق الدولي. أعتقد إن اليوم إذا بنتكلم عن السباق الدولي الكل بيجزم على نجاحه 100%. بس أعرف إن لازال الطموح في تنظيم السباق الدولي أكبر من كذي. شلون بيكون شكل السباق الدولي في الموسم الجاي؟ والله شوفي، أول سنة يعني أنت بتقيسين نجاح الفعالية عدة معايير. أهم معيار أتوقع المشاركة. فالسنة الأولى كانت يعني المشاركة قوية، استقطبنا حصان واحد أو راس واحد جروب 1 كاسب جروب 1. السنة اللي بعدها 5 تروس كاسبين جروب 1. فندل شيء على يعني يدل على ثقة الملاك والمضمرين. وأتوقع يعني ما عندي شك إن السباق مهم على رزنامة السباقات الدولية، ويعني الشعارات أتوقع الدولية المعروفة كلها بتكون متواجدة إن شاء الله. غير استقطاب الخيل وغير عدد الخيل اللي شاركت في السباق الدولي، يمكن مهم بالنسبة لنا إن إحنا نعرف شكل السباق الدولي من ناحية أشواط مثلاً. هل بيظل نفس ما هو أو بنشوف السنة الجاية السباق الدولي بشكل آخر؟ والله في عدة أفكار لحين ما وصلنا إلى يعني قرار في الموضوع، لكن قاعدين ندرسها. تم تكليفنا كإدارة إن إحنا ندرس شلون نقدر ندعم السباق الدولي، فإن شاء الله بيبين أتوقع في الأسابيع القادمة، ولكن متأكد إنه بيكون فيها إضافة أكيد يعني، وبنحاول نقوي السباق قد ما نقدر.
يصير نعرف شنو هاي الأفكار المبدئية؟ والله ما يعني مثل ما قلتي إضافة شوط لليوم هذه شيء مقترح، إضافة أو يعني استضافة بطولة وأشواط سباقات يعني مختلفة عن اليوم السباق الدولي، هذه بعد من الأشياء اللي قاعدين ندرسها حاليا. أعرف أن شوط السبرنت كان أصلا موجود على الطاولة من أول ما خلصنا النسخة الأولى من السباق الدولي، بس يعني ما صار وما أعرف السبب ليش. ما في سبب للحين، يعني الفرصة للحين يعني مثل ما قلنا على الطاولة وقاعدين ندرس الموضوع، يعني يا شوط إضافي أو بتكون في أشواط إضافية، مو بشرط تكون مرتبطة ارتباط مباشر بالسباق الدولي، فقاعدين ندرس الموضوع الحين وإن شاء الله عن قريب يعني بيبين إن شاء الله. شلون يعني ما بتكون مرتبطة؟ ممكن تكون يعني في أيام مختلفة، مو في يوم السباق الدولي بس تكون سباقات دولية يعني. اي سمعنا هاي الخبر، بعد بتكلم عنه بعدين. بس يعني حاليا حتى الان خلينا نقول ما في قرار حاسم عن شلون بيكون بشكل النهائي. عن قريب المفروض يكون في قرار. احنا اكيد في قرار، بس ما بتقول لنا لا حصري. لا والله لا لو موجود كان يعني بالعكس اتمنى، لكن لحد الحين ما اقر يعني. فيما يخص السباق الدولي تكلمنا وايد مسبقا عن إضافة مقاعد للبحرين، نعم. فاهمة وجهة نظركم 100% وأكاد يعني أكون أتفق معاها بعد 100%، لكن لحين أحس أن في بعض الملاك مهم جدا بالنسبة لهم أن يتم تخصيص مقاعد حق البحرين. يمكن أنا ما كنت بسأل هاي السؤال لو ما شفت النسخة اللي طافت وشفت دخول مثلا اللي فاز بالشوط اللي هو سمسير، هو أصلا كان من الخيل الاحتياط واللي ما كان لها مقعد. نعم. فهل أنتوا تفكرون في أن تثبتون عدد إضافي حق البحرين غير التو سيتس اللي أنتم محددينهم؟ والله مثل ما أنت شايفة المشكلة أن اللجنة المنظمة خصصت سيفتي فاكتور حق عدد معين من الخيل، لو نقدر نطلع عليه 18 راس أو 16 راس يمكن يكون في مجال أكثر، لكن يبقى مثل ما أنت عارفة الهدف يعني السباق حاليا يعني في مرحلة تقييم، ودورنا الأساسي أن إحنا السباق يأخذ ريكوجنيشن عالمي ومن الـ IFHA، فهذه السبب الوحيد، وإحنا بالعكس حريصين ونتمنى أن المشاركة البحرينية تكون أقوى، وهذه بعد بتم مناقشتها يعني أكيد لما اللجنة ترجع تجتمع، فإن شاء الله إذا يعني في فرصة أن إحنا نضيف يعني مكان حق خيل أكثر من البحرين بنسعي في الموضوع يعني. أبعرف شنو اللي يمنع؟ هلا عارفه أنه حق التوب ريت هو اللي يدش أول، اللي ريتاتهم فوق تصنيف عالي هم اللي يدشون، واللي يعني من فوق إلى تحت. بس سموك لو كان في يدك أن أنت يعني نعم. تقدم هاي المقترح، بتقترح أن يضيفون مقاعد حق البحرينيين؟ ما يصير والله، أنا أتمنى ستة. ما يصير يعني، لازم هو على التصنيف، ما يصير أنه مثلا حصان تصنيفه تحت وأنا أنه بحريني بس أشارك فيه. لا مو لازم أنه يكون تصنيفه، لازم تصنيفه فوق بالضبط ويضيفون بالضبط. مقاعد بالضبط، وبحريني لا أولى أولى أكيد. إيه أكيد يعني إحنا مو بس بيضيفون مقاعد إيه حق أي حصان، التصنيف لا مهم. لازم يكون within the standards. إيه التصنيف مهم عشان يصير يعني سباق ولا أروع. فأنت مع إنه يكونون أكثر من اثنين؟ أنا أقول لك عن التصنيف. إيه مع التصنيف. كان مالك بحريني، كان مالك أجنبي، هاي شيء ثاني، بس مع التصانيف يكون from top يعني لتحت. ما يصير أنا أخذ لي حصان ريته مثلاً 99 وبشارك به لأن أنا بحريني. بس خليني أقول لك شيء اسمه شيخ سلطان. نعم. الحين اليوم إذا مثلاً هما كل الملاك هنا يعرفون أن السباق الدولي إنزين اثنين من خيل البحرين اللي بتدخل، أوكي؟ نعم. فيعرفون أن مثلاً أول تشانس حق مثلاً فيكتوريوس لأن هما عندهم مثلاً الخيل اللي تصنيفهم أعلى، أوكي ممكن المحمدية ممكن العاديات إلى آخره، فيعرفون أن هاي السيتين خلاص بيكونون مأخوذين. فأنت طول السنة هذين الملاك ما حتى لو يبون ما بيشترون خيل. لا إذا عنده حصان تصنيفه مع تصنيف هذه الخيل يستحق يدش.
اي بس شلون اذا كان في 2 سيتس فهمت؟ يعني انت لما تعطي هو هو السيت شلون بيصير؟ اذا عندك حصان مثلا ريته 105 او 109 هو اوريدي سيت بيه بيه ان كان مالكه بحريني ولا ان كان مالكه اجنبي بس اوكي لنفترض ان الحين اربعه ملوك بحرينيين زين كلهم ريتاتهم فوق اي كلهم يدشون بيصير احسن واحسن. انا متاكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بغير السباق في المواسم الجايه بنشوف اشياء احسن واكثر ترتيب متاكد. عادي إذا ما ضافوا مقاعد وما قدرت خيلك تدخل في السباق الدولي لا تزعل حزت. لا لازم تجيبين خيل ب 118 110 114 ريتد. صنيف إيه؟ لازم يكون تصنيف عالي. حق سباق الدولي. فهذه يعني اوريدي بيصير له سيت. ما في ما يمنع، لكن أنت شفتي العام الماضي الانتريز كانوا وايد انتريز قوية. وأضافت للبحرين يعني إضافة كبيرة، يعني سوفرن حصان كاسب الداربي الإيرلندي ريتها 117 وغير الخيل اللي ريتها 116 و115. فإذا يعني بتحسبينها من ناحية إضافة 100% أقول لك الوجود الخيل ومشاركتهم في الشوط بيحدد إذا الشوط دي بيكون جروب 3 أو جروب 2. فهذه السبب الوحيد اللي اتوقع اللجنه ارتعت ان هي تدعي الخيل ذي وتخليها تشارك. واذا في الظن خير اظن الشوط هو لحد الان طبعا هانديكاب مو بجروب وتصنيفه 95 بلس فاربعه روس طالما انهم 95 فوق ال 95 الريتنج مالهم المفروض يعني يكونون مؤهلين انه يشاركون لان في ملاك تسعه تشتري خيل ريتات 102 105 106 ويجيب البحرين طبعا هاي الخيل مو برخيصة خيل غالي ومتعوب عليه ويجيب البحرين وفي النهاية يقول له سوري ما تقدر تشارك في سباق البحرين الدولي بسبب ان تصنيفك اقل من الراسين اللي مخصص لهم البحرين. انا معاك 100% بس انت تشوف هاي الشيء سيء ولا هاي الشيء لان في وجهة نظرهم قاعد يرفع مستوى السباق؟ لا لا ما يبون خيل مثلا مو مؤهل انه هو يدش. هو اذا يونج خلينا نقول مو براسين اربعه روس جروب ليفل من بريطانيا او اوروبا اي دوله في اوروبا خلاص هذا ارتفع مستوى السباق ما تحتاج انت 12 راس يعني نتكلم عن خيل بصراحه بعضها كانت سيئه الديات بس اللي يرفع مستوى يعني اللي رفع مستوى البحرين سباق البحرين الدولي السنه هو حصان كولمر ناسي اسمه اللي كان جاي مشارك في الدربي الايرلندي وجلوبال جاينت سوفرن حصان كولمر وجلوبال جاينت وعندك يمكن لورد جليتر بالذات انه بعدها راح دبي وفاز بس الباقي يعني في خيل ما ترفع مستوى الشوط ولا رفعت مستوى الشوط بس انا ليش قاعد اقول لك هاي الكلام؟ لان اذا بنشوف السباق الدولي بنقول هاي سباقنا مالنا يعني صح؟ فنبي نشوف خيلنا موجوده فيه اكيد عامل التوازن وايد مهم اكيد اكيد احنا حاطين بصمه من خلال تواجد الخيل اللي برا وياه شاركت ويعني اعتقد ان احنا حصلنا الانطباع اللي احنا محتاجين ان احنا نحصله عن سباقات البحرين بالنسبه حق الخارج فانا بس اليوم سؤالي ولا تقول لي ايه ممكن وممكن يصير وبنفكر فيها بس سؤالي اللي ابي اعرفه انه احنا هل لازم الموسم الجاي نخلق هاي التوازن بين الخيل اللي تي من برا وبين الخيل البحرينية؟ ممكن يعني ما في ما يمنع يعني لو سألتيني قبل الشوط تقولين لي بذكر أسماء الخيل يعني مثلا سيرتن لاد ولا سمسير أو كولا فورست بقول لك سمسير أو كولا فورست بدل سيرتن لاد
اللي هي الدربة جين تشابلهايم. مو هو إذا ما في ما يمنع ليش ما يصير؟ فهمت غسلي؟ يمكن بغيرون موسم الجاي موسم العقبة أكيد بيصير تغيير. أكيد. تو بداية. خالد سامع شيء إنه بغيرون بيضيفون مقاعد. أنا متأكد بيصير تغيير. إذا أنت مع إضافة المقاعد. حتى لو مو معهم. مثل ما قلت شيء قرار لجنة، يعني احنا نناقش ونطرح الافكار دي وتأكيدي، يعني ما يعني بنحاول قد ما نقدر ان نخلي مشاركة بحرينية تكون اقوى. ومثل ما انت شفتي النسخة الثانية يعني الكاستم في البحرين ويعني يعني الكثير حق البحرينيين، واتوقع كل ما قدرنا نخلي مشاركة بحرينية اتوقع بتترك بصمه يعني. فما في ما يمنع ان احنا نحاول نسعي ان نخلي العدد يكون اكبر. الاشواط الدوليه اللي ذكرتها انا نعم. يعني سمعت عن هاي الخبر وانه بتكون يمكن بشكل شهري، بس صراحه لحين ما اعرف تفاصيله. احنا مكلفين ان احنا ندرس الموضوع، في فكره استضافه سيريز عدد من الاشواط تفتح لمشاركه مضمرين وملاك من بريطانيا وأوروبا، ويعني لها عدة جوانب إيجابية للاستضافة دي، منها عدد الخيل اللي بتي بتصنيفات عالية، التغطيات والركيجنيشن اللي بنحصله على الإعلام الأوروبي، هذه كلها بتكون إضافة، إضافة إلى البرايز ماني طبعا والجوائز بتزيد أتوقع إضافة كبيرة يعني. حددتوا معايير الأشواط، الكونديشن، قاعدين المسافات؟ حالياً ندرسها، بس يعني أتوقع بيبين عن قريب. بتكون يعني مسافات متفاوتة، وأتوقع بيكون في مجال لعدد كبير من المشاركات، يعني ما بتنحصر على فئة معينة من الخيل. وهاي الأشواط طبعاً ما بتكون فقط حق المشاركات الخارجية، الكل يقدر يشارك فيها. الكل يقدر. جورج بيكر متحمس انه هو يكون موجود الموسم الجاي. Well, you have to dream. You have to dream. And hope please God that please God the dreams are good, you know? And we will need everything to drop right. And I know that we will have to bring good horses here. The quality of racing is improving all the time. Yeah. And it's going to be hard work, but we're excited. Good luck. We will need that. مستعدين ان انتم تستقبلونه؟ طبعا. من ناحية مكان؟ اي جاهز مكان يعني حق في اكثر من مقترح، بس جاهز اكيد يعني ان شاء الله. وين خليتوا له مكان؟ في اسطبل معين موجود ممكن ان احنا لان اول سنه يبقي 5-6 تروس، والفكره الثانيه ممكن تكون في الكورنتين مؤقتا اول سنه يعني. في غير جورج بيكر حاليا؟ حاليا لا، جورج اللي اتصل وطلب انه يزور البحرين، وعلى طول يعني كان متحمس ويبقي يشارك ويبقي يأسس طبل في البحرين. غير السباق الدولي والاشواط الدوليه، يعني انا اكون صريحه جدا معك، موضوع الاكاديميه كنت اتمنى ان انا اتكلم فيه مع سمو الشيخ عيسى بن سلمان، لان اتذكر قبل 4 سنوات هاي كان يعني حلم وصرح عنه في برنامجنا كحلم، واللي يعني مشروع ودي ان احنا نمشي فيه هو مشروع المدرسه للابرنتسي. مو فقط بس ان احنا نطور من الفارس البحريني، بعد ان احنا نفتح مجال لخيل السباق لما تخلص من السباق انها تدخل المدرسه وتدخل في مرحلة ثانية من حياتهم من عقب السباق، لأن عندنا مواهب. فإن أنا اليوم أقعد عقب 4 سنوات وأشوف هاي يعني الأكاديمية موجودة، هاي شيء مو بقليل بالنسبة لنا إن إحنا نشهد هاي الإنجاز. أكيد. فأبي أعرف شلون يعني قل لي تفاصيل، شلون كانت البداية، شلون بديته، وشنو السيستم اللي حطيتوه؟ يمكن احنا شوية يعني في الموسم انشغلنا بالسباقات ما حصلنا فرصة ان احنا وايد نتابع شنو صار مع الأكاديمية. هو طبعا يعني التوجيه كان واضح، الدعم الفرسان البحرينيين وتهيئة يعني افضل الظروف لهم التدريبية، ف يعني
درسنا الموضوع من كل النواحي وطلعنا على تجربة أكثر من دولة، وصارت اجتماعات مع أكاديمية في بريطانيا وأكاديمية طبعاً الأيرلندية وعدة أكاديميات، ويعني قررنا على الأكاديمية الأيرلندية لأن كانت الأنسب أولاً، كانوا مستعدين يجون ويستضيفون الكورسات كلها في البحرين. في بعض الأكاديميات شرطت أن الكورس يكون في بريطانيا مثلاً أغلبه، فمن ناحية فيزيبيليتي وتكلفة يعني المقترح والبروبوزل الإيرلندي كان أنسب. الأكاديمية الإيرلندية خرجت أفضل فرسان العالم ولها تاريخ قوي. في أكاديميات في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ ودول ثانية، بس يعني كان التوجيه واضح، يعني كانوا يبقون أفضل يعني أن نوفر أفضل تدريب ممكن للفرسان. فالحمد لله قطعنا شوط، وطبعا بدعم وزارة الشباب والرياضة كان لهم دور كبير معنا، تمكين كان لهم دور معنا. فحلو لما نشوف عدة قطاعات وعدة جهات تدعم مشروع معين، ولما تشوفه يصير يعني الكريدت يروح للجميع. فالفكرة هي مو يعني بس مشروع تطويري، المشروع يصب في مصلحة الشاب البحريني. ومثل ما أنت عارفة حاليا الأغلب يمارسون الرياضة كهواء، وأنا أمنيتي أمانة أن أشوف الفرسان يعني بمرحلة احتراف وتكون مهنة، تكون مهنة لهم مثل باقي الدول. اليوم مع وجود قانون الاحتراف الرياضي، هل راح يخدم توجه الأكاديمية أيضا؟ أكيد 100%. الاحتراف، قانون الاحتراف وضع ضوابط وقوانين انسنت لتخدم الرياضيين المحترفين، فأكيد أنه بيخدم القطاع الفروسي وقطاع سباق الخيل. بالضبط. شنو السيستم اللي مشيتوا عليه في الموسم؟ شلون كان تدريب الفرسان؟ أول شيء نشكر الهيئة العليا بقيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان على إتاحة هذه الفرصة لنا، وهذه المدرسة ما نوجدت حق الأجيال اللي قبلنا، فهذه فرصة وما تتعوض. كنت سمعت إن قالوا بفتحون مدرسة في النادي، فحبيت ان ادشها واتدرب يعني مدربين محترفين، يعني اقدر ان وياهم ان اقدر ادش سباقات السرعه، يعني ان شاء الله ويا الايام وياهم كنا افضل جوكي يعني. والله امل ان اكون فارس كمثل الوالد. والله في البدايه ما كان وده، بس يوم شاف ان انا ابي شجعني أن أكون فارس. So our aim is to teach good habits for life for the kids, but also for the top jockeys. You know, sometimes you need somebody looking at you to observe a little problem and just fix it. أكيد يعني مو بس خلاص أنت تصدرت أو أنت فزت إن أنت ما تحتاج تجي المدرسة، بالعكس. هذه مدرسة والمدرسة ما لها عمر معين. It's brilliant. The equipment here, everything here we're very happy with. You know, the European schools are up and running, they're quite good. But look, as I said, this is the beginning. احنا كنا في السابق كنا نسافر. اليوم احنا موجود عندنا. فهذا الشيء اللي صاير اليوم هذا إنجاز كبير، يعني كنا محتاجينه من قبل، فاليوم تأسس في نادي راشد للفروسية. These boys, everyone I've met, they are bouncing, they're good fun, they're happy, and they are like sponges, they're taking it in, so it's making my job very easy. Yeah, so most sports we need to be, you know, be able to lift heavy weight, be explosive, be fast. Jockeys need to be all of these things, but remain at a low body weight. الحين شوف مثل نفس الفارس محمد رضا، هذا من قبل سنين يعني ما تشوفه هني، الحين تشوفه كل يوم متواجد هني.
يعني قاعد يحط على روحه. هذا يمكن من سنة 2000-2001 ما يجي العصر، الحين قاعد يجي. أنا لي رغبة يعني أشارك وعشان أحقق مراكز طيبة يعني، بس ما في من اللي يدعمك. أنا الحين أشغل كرايدر راديو بوي بس، أخلص وأمشي، ما حد يقول لك تعال اركب. متى يقول لك تعال اركب؟ في الفرسان لما في شواط الفرسان لما تدربين. أنا هذه ما تفيدني هذه الأشواط، صح أركب فيها أستانس بس غير لين أركب في الأشواط الكبار، يعني أشارك تبين أطلع في الشاشة، فكذي ما في فايدة يعني. بس أنا مو جاي أتدرب عشان أشارك وأركب، لا أنا جاي أتدرب عشان اللياقة. اللياقة تعطيني حق التمارين الصباحية كل يوم أمرن خيل تفيدني، ولين كما الحين كهلنا سهر الشوط فرصة تحصل تنافس فيه تجي تغلب. Ideally you'd like more racing, but look, the track can only take so much, you know. But you would like to see maybe more hands and heels races for the apprentices. There's nothing like consistency, you know. It's like driving a car. If you haven't drove for a couple of months, you know, you find it hard. But if you drive every day to work, it's, you know, it's subconsciously in you. So this school and these simulators will simulate race riding as best as possible, but it's not race riding, you know. قبل كان عذر مالهم يعني ما في أحد يدرسهم، ما عندهم مدرسة، ما عندهم أجهزة، فما في أحد يوجههم. فالحين كل هالعوامل تواجدت، فالحين الفارس ما عنده أي عذر. والله المدرسة تطور من مستوانا، تعطينا دافع قوي، وهم إننا محصلين لنا مدربين يساعدوننا محترفين. وغير هاي عندي اللي هو محمد سعيد، هو اللي علمني من البداية، علمني وطورني، وهم يوم سوى المدرسة هو اللي ساعدني إن أجي، هو اللي كان دائما يحفزني. Bad habits, bad whip habits mostly. Little bit of fitness. Some of the guys, you know, they will need the full 6 weeks preparation, and they'll need more after it. You know, it's going to be a longer process. But look, it's a seed, and it's planted now, and hopefully it grows and grows big. And I'm sure it will, given the right effort, the right coaching and support from the club. And personally, I'd like to thank Sheikh Salman and Sheikh Issa for allowing race. The Irish Academy, the Irish Jockeys Academy, to come in and help with the progression of their apprentices. طبعا أول كورس كان فترة 6 أسابيع، كان ثلاث صفوف حق التدريب. طبعا في جانب أثليتكس ورياضة وكذا، وجانب على السيميليتر، وجانب على البروجيكتور والكورسات يعني بجانب ذهني، هاي اهم شيء. اي اكيد. لا لا لا، والحلو في الموضوع والردود الافعال اللي جاتني من الفرسان نفسهم، ان يعني عجبتهم الفكره انه يقعد مع المدرب ويشوف اغلاطه في الاشواط ويحددها، ويشوف بالضبط. نفسه يعني في المرات الجايه يتفادى الاخطاء هذه. فبالعكس الفريق متمكن، والأجهزة اللي موجودة أجهزة متطورة جدا، ويعني ما في ما يمنع اليوم أن الفارس البحريني ينافس فارس من أي دولة. ملتزمين الفرسان؟ أغلبهم، أقدر أقول 95% منهم. قل لي من اللي مو ملتزم. والله ما تحضرني أسماء الحين، لكن اللي أقدر أقوله أن المدربين قبل لا يسافرون يعني قالوا كلام في 2 أو 3 من الفرسان، يعني كان كلام جدا إيجابي، ويتوقعون لهم مستقبل قوي. يعني من هم عدنا بنستانس لهم الحين؟ لا أكثر من واحد، أذكر 3 قلت، أسامي 3 أذكر، رحيم وكان والله ما تحضرني أسماء، إبراهيم نادر ورحيم أهما اللي بالتالي تكلموا عنهم. والله ما يحضر باسم أمانة، بس قالوا إن الفرسان يعني ممكن إن هم يحصلون رايدز في أي مكان، وممكن يشاركون وينافسون في محافل دولية كبيرة. فحلو لما نشوف تقدير أو
يعني من مدربين طبعا مر عليهم اسماء كبيره. طبعا من المدرسه من العام صار السنه اي تول اليوم يعني شوي شوي تشوفين الامور يعني على سعه، لكن الحمد لله ماشيه. واذا بتقول لي بس احنا نبي يطلع يطلعون فرسان منها هم ما يطلعون لازم جيل جديد. اي اما مدرسه حق اسبوعين مره حق شهر وتبند 11 شهر هذه مشكله. ببندون مره يعني مره المدرسه عند تشتغل متى او برامجها مره يعني ببندون في الصيف ما في يعني مره يعني شنو ترتيبها مدرسه هل يعني انا اللي عارفه في بريطانيا شفتهم يعني على طول الوقت موجودين يعني مره يعني شنو الترتيب، لكن صارت بيوم مدربين من برا او بيوم مدربين بحرينيين مري. الكورس حاليا اذا دعت يعني الظروف يعتمد في عدد من الفرسان يمكن يروحون ايرلندا في شهر 7 وفي شهر 9 بيبتدي الكورس الثاني قبل بدايه الموسم. ففي كورسات اوف سيزون بتصير بعد ان شاء الله 9 اللي هو قبل شهرين من بالضبط من الموسم. اي نعم. بس انه صارت هاي الجاب كاجازه يعني ولا لا تصمم او يعني رسموا الكورس بالطريقه هذه. تعتقد اليوم مهم ان فرسان ايضا يكتسبون خبرات من المدرسه البريطانيه والمدرسه الامريكيه ولا يعني مو شرط هاي يكون يعني ضمن خطه قصيره المدى، ولكن يعني قاعده اتكلم لك حق المستقبل ولا لا؟ والله كل اكاديميه لها ايجابياتها وسلبياتها يعني بس اتوقع يعني الاكاديميات الكبيره مثل الاكاديميه الايرلنديه والاكاديميه البريطانيه هذه اكاديميات متكامله من جميع النواحي. هل ممكن يكتسبون خبره اذا زاروا اكاديميه ثانيه؟ ممكن، لكن حاليا انا بركز على الكورس دي وانا متوقع ان في الشهور القادمه والسنين القادمه بنشوف ثمرات اللي انجزناه الموسم دي. ان شاء الله. خطوة أولى done. الخطوة الثانية اللي جداً جداً مهم إن إحنا نتكلم عنها لما نتكلم عن الأكاديمية الجيل الجديد. شنو الخطة عشان يتم استقطاب جيل جديد؟ حالياً في الكورس ذي إذا الرقم صحيح أتوقع 5-8 ثمانية اللي هما work riders ما قد شاركوا ولا قط يعني بس مثل ما أنت عارفة شيء جديد شباب متحمسين في منهم اللي عندهم الرغبة والطموح بيواصلون وفي منهم يعني ممكن أن هم من نفسهم ينسحبون فبنحاول قد ما نقدر أن إحنا نسوق للأكاديمية ونستقطب دماء جديدة. بس إحنا كنا عارفين أن أول كورس بيكون ضغط أنا معك أول يعني هي بداية تجربة بس يعني لازم نفس ما تفضلت إنه يكون في خطة حق استقطاب هاي الجيل. وشنو بتكون الخطة أصلاً؟ يعني أنت تعرف إن إحنا في البحرين يمكن يعني نعرف شلون الوضع بالضبط في هاي الرياضة. اليوم مثلاً الواحد لما بيتخرج ما بيقول مثلاً بصير فارس بادرس في المكان الفلاني، على عكس مثلاً يمكن بريطانيا أو غيره. فهي هاي النقطة اللي إحنا إذا يعني أنجزناها هني هاي يعني بتكون يعني بتشكل علامة فارقة. هي عدة عوامل. أنا أتوقع العامل الرئيسي لما المضمر البحريني يعطي الثقة يسلم الفارس البحريني خيل وفي يعني في مضمرين سلموا يعني وفي جوكية بحرينيين اليوم عبد الله فيصل وغيره حسين مكي هما يعني يعتبرون يعني فيرست جوكي في اليارد اللي هم يشتغلون فيه. لكن إذا صار على نطاق أكبر وصارت الفرص متاحة للبحرينيين وصارت المهنة محرزة لهم أتوقع بيكون عليه إقبال أكثر. وإحنا دورنا كإدارة لازم يعني نعد كامبين للتسويق خطة واضحة لاستقطابهم 100%. هل بتبتدون فيها من الموسم الجاي أو؟ أتوقع بعد ما ننتهي من الكورس ذي لازم نبتدي عليه. يعني الكورس الأولي يعتبر أول 6 أسابيع اللي طافوا والفترة اللي بتكون في جولاي في إيرلندا والـ6 أسابيع في سبتمبر. بعدها مباشرة بندخل مجموعة جديدة. ففي ذي المرحلة أكيد أن
لازم نرسم خطة حق التسويق للعملية. بالضبط، أنتوا أوريدي عندكم دعم وتعاون تمكين ودعم وتعاون وزارة الشباب والرياضة. أعتقد ينقص وزارة التربية والتعليم عنصر جدا مهم. ممكن ممكن، وصار تنسيق بعد مع وزارة العمل بخصوص بعد. بالضبط. أي نعم، صار تنسيق، وحاليا قاعدين نسعي قد ما نقدر أن يعني الفارس تكون مهنة مسجلة في وزارة العمل مأمن عليها. يعني ما عادت الرياضة هواية أبدا، فيعني بنلجأ لكل الجهات المعنية إن شاء الله. بخصوص التأمين الصحي، من الأشياء اللي كان يعني أصلا مفروض تستوي من زمان عندنا في النادي لكنها استوت حاليا، استوت صح؟ ممكن تعطيني تفاصيل عنه؟ والله يعني هي بسيطة العملية، يعني المفروض مثل ما أنت قلتي الفرسان هل شيء بديهي يعني ما في مناقشة في النادي، وكانوا أمانة يعني علاج المصابين قبل كان يتغطى من قبل النادي، لكن يوم سوينا دراسة جدوى طلع أفضل على النادي أنه هو يأمن على الفرسان وأحفظ لهم، يعني من بدال لا أنت تنطر واقعة تصير وتغطيها أو أكيد. فهذه اللي شجع الإدارة أن تأخذ قرار وتسجل كل الفرسان وتخليهم مأمنين. بس شنو تفاصيل التأمين؟ يعني هل بيضمن مثلا خلنا نقول مستقبل الفارس إذا لا سمح الله بعيد الشر عنهم تعوروا؟ لحد لا، في الوقت الحالي، في الوقت الحالي لا. طبعا مثل ما أنت عارفة اللي أنت تكلمين فيه يعتبر سبورتس انشورنس، وموجود في بريطانيا وفي اوروبا وفي دول ثانيه، لكن الانشورنس اللي موجود حالي اذا الفارس لا سمح الله صارت اصابه وهو يتمرن او في سباق، التامين يغطي تكلفه العلاج. لكن قاعدين ندرس موضوع الجوانب الأخرى اللي ممكن يستفيد منها الفارس، بس هذه بعد فيها جهات أخرى وفيها يعني فبنسعي فيها وإن شاء الله. شلون يعني فيها جهات أخرى؟ يعني دحين لأن ليش أنا أقول لك كذي؟ لأن إذا إحنا بنتكلم عن احتراف وبنتكلم عن أكاديمي وبنتكلم عن يعني خلنا نقول في استراتيجية أحيان يعني ملامحها قاعدة تكتمل. نعم. فالتأمين أكيد جزء أساسي منها. نعم. سبورتس انشورنس مو موجود في شركات التأمين اللي في البحرين حاليا. يعني لو بترفعين سماعة اليوم أو بترسلين إيميل حق شركة في بريطانيا أو في فرنسا أو في أي دولة أوروبية بتطلبين سبورتس انشورنس بيعطونك باكيجز، وكل باكيج له مبلغ، والباكيج دي يغطي تكلفة العلاج. لا سمح الله الفارس صارت إصابة واضطر أنه هو يوقف موسم كامل، يحسبون على مدى السنتين إيش كثر كان يدخل ويعوضونه بالمبلغ ذي فترة ما هو واقف. إحنا ما عندنا كذي في البحرين حاليا. لا، أنا يعني شخصيا تكلمت مع أكثر من شركة وقاعدين يدرسون الموضوع عشان يستحدثون يعني يستحدثون التأمين الرياضي. أوكي، خلنا شوي نتكلم عن تفاصيل موسمنا وسباقاتنا أكثر. إذا بتقول لي شنو اللي فرق في سباقاتنا هالموسم عن السنوات اللي طافت، شنو بيكون؟ مستوى الخيل. أظنتي يعني لو نقعد ونشوف أسماء الخيل اللي شاركت الموسم دي تصنيفها والنتائج اللي حققتها بيكون شيء واضح أن مستواهم أقوى، وندل على شيء يدل على أن المنافسة قاعدة تقوى كل سنة في البحرين في السباقات. ف إن شاء الله نطمح بعد للأفضل. أكثر من 15 حصان تصنيفهم فوق المئة. فوق المئة نعم. إيه، وهذه إضافة كبيرة. مثل ما قلت من شوي، إحنا حاليا في مرحلة تقييم، ومن المعايير الأساسية للتقييم هي مستوى الخيل. فالأرقام اللي قاعدين تقولينها هي الأساس اللي إحنا قاعدين تبنون عليه. بالضبط. بس تعرف فيما يخص تصنيف الخيل، ما أعرف أقول إنه يعني هل فعلا هذولين الخيل اللي تصنيفهم فوق المية يستحقون هاي التصنيف ولا لا؟ من عقب كل الكلام اللي سمعته عن فل طول الموسم يتعب، الكلام عن الهانديكابر يتعب، لأنه يعني تدخل في جدالات وفي آراء صعب نقيس صحتها. التصنيف كله خطأ.
صد؟ اي كلها خطأ. لا عاد مو بليها الدرجة فوزي صد؟ لا لا خطأ. أشوف أنه يعني يصيد الخيل بسرعة يعني يقنصهم يعني ما يعطيك فرصة بسرعة ينصاد على أي ريتة تصنيفه زايد قاصر يعرفه فهني شوي توهق إذا صادك صاد حصانك على أي تصنيف ما تقدر عقب في أشواط مثل تحاول تركضه مني ما يقدم لأنه صار تصنيفه بتضطر إيه تضطر عقب ترد نزل من مستواه علشان ترد وهذا الطريقة يعني ما شفت أنا خيل تي البحرين 87 89 80 في راكضتين يوصل 180 فقط هاي مشكلتك مع فل؟ اي زين بتقول لي اشواط الهانديكاب اللي احنا قاعدين نشوفها مو مقياس؟ لا مو مقياس. ليش؟ شلون ليش؟ قاعدين نشوف ان اشواط الهانديكاب زين نشوف الخيل يعني ما نشوف مثلا في جاب ولا في فارق في جابات لا شلون اليوم شوف احنا هالسنه وحتى العام يعني اخر الموسم شفنا اشواط الهانديكاب زين شوي افضل شفنا ان الخيل بدات تتقرب من بعض ما في فرق وايد عود يعني بس اليوم انا اذا بقيم هانديكاب ما بقيمه من خلال هاي الاشواط المعيار الوحيد اللي انا اشوفه الخيل البحرينيه لما تشارك مع الخيل الدوليه اللي جات حق السباق الدولي الاول هل قدرت تتنافس وياهم ولا لا السباق الدولي الثاني هل قدرت تتنافس وياهم ولا لا الارقام خطا عرفت قصدي يعني البحرين اليوم عنده وايد خيل فوق ال100 عطني مثال واحد خطا في تصنيفه جلان فورس نيو شو ديزرت لاين واتولكم من بقى وسمسير كان شفتيهم راحوا السعودية وراحوا بالبي هل هذه تصنيفهم المستحق؟ السعودية لما راحوا الخيل هل قدرت تتنافس ولا لا؟ في ثلاثة تروس شاركت في الهانديكاب يوم في المركز الثاني والثالث والرابع أول سنة بورت لاينز راح وكسب دارك باور راح وكسب ثاني سنة دارك باور حل في المركز الثاني ورا حصان كاسب جروب 1 في فرنسا فأتوقع يعني المعيار لما نقارن خيلنا بخيل اللي جايه من جميع انحاء من دول ثانيه يعني اذا الخيل قدرت تتماشي الخيل ذي معناته ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح لا الهانديكاب والله الهانديكابر شوفي كل مكان بالعالم مذموم ايه فمن كذي انا يعني فلذلك لازم يكون عندنا يعني لجنه مرجع اثنين او ثلاثه عشان الذمة توزع على اثنين ثلاثة مو بواحد لا مو بس ان الذمة تتوزع هو يعني علشان يكون يعني عشان لينيا فوزي قال هاي الانتقاد عنه ما بناخذ برايه ممكن بس حاليا يعني البراكتس اللي موجود للهانديكابينج عادة كل يعني مضمار أو ريسينج جوريزدكشن يكون في هانديكابر واحد هو اللي يقيم الخيل لكن فكرة حلوة وممكن ندرسها يعني إذا سويتوا لجنة وياني أحد وقال لي إن في مشكلة في التصنيف أنا بقول لهم خلاص لا بس أنت بعد أنا يعني دائما لما بقيس قراري على يعني أقارن بدول ثانية هل في المملكة العربية السعودية اليوم مرتاحين من الهانديكابر اللي موجود عندنا بتقول لي الهانديكابر حكم أو صاحب رأي لا حكم لأنه هو يقيس قراره على معادلة علمية في جزء من التقدير لكن يقيس قراره على معادلة علمية لها علاقة بالمسافات وبالأوزان لا لا هو تصنيف رأي معلش من يقول لك في قاعدة ايه فلا أنا قاعد يقول لك في عندي قاعدة ايه وأرقام وحسبة وزائج وناقص ايه معلش من قاعدة ما مش الهانديكابينج نظرة مجرد رأي اوكي نظرة ورأي والله انا سمعت منه وسمعت من غيره يعني الاغلب الحين قاعدين يقيسون قراراتهم على معادلة علمية يعني عندهم equation حق الهانديكابينج لما بيحطون ريت حق حصان
في طبعا انا مو مختص في المجال بس سمعت منهم وباين ان هم ماشيين على الهانديكاب. اذكر في مقابله حق سمو الشيخ عيسى في المملكه العربيه السعوديه كان ظاهر السؤال موجه عن دارك باور وسمو الشيخ عيسى قال ان على الهانديكاب في حلقتنا لو في حلقتهم ما شاء الله عليه سمو الشيخ عيسى يعني اللي يحسبها بالملي دائما قال بيحل في المركز الثاني بفارق ايه يعني هذه انا بالنسبه لي مقياس ان في يعني في منطق طبعا في منطق بس بعد اعتقد ان كل هاي الكلام بخصوص التصنيف مو بس فقط في الأرقام اللي يعطيها فل للخيل نعم. في أنه مثلاً وايد يرفع من ريت الحصان هو المشكلة اللي يواجهونها المدربين أو الملاك عقب ما يرفع من تصنيف خيلهم إنه ما يلاقون لها أشواط فيرجعون حق المشكلة الرئيسية إنه ليش رفع خيلنا فيمكن المشكلة مو في التصنيف ترى بقدر ما هي في برنامج السباق. برنامج السباق بعد مثل ما قلتي موضوع يعني يطرح كل سنة واحنا نحاول قد ما نقدر. احنا كل سنة نقول لهم قعدوا وقولوا اللي تبونه ايه. وقبل ما انتم تقولون لهم قول يعني هاي اللي نبي بعد يقولون ان ترى احنا قلنا وما صار شوفي الواقع نستضيف 26 ميتينج في الموسم. في من 3 أو 4 اشواط في كل ميتينج حق السباق الخيل المستورد. الخيل اللي تشارك 350 راس مستحيل انه يكون في برنامج في شوط حق الراس فاللي قاعد يصير انه في اشواط هانديكاب قاعده تنفتح اكثر الاشواط الهانديكاب في جدال صار او نقاش ودبيت على انه الهانديكابات عاليه احنا خيلنا ما تقدر تمشي ذي الخيل وبعدين ما نلاقي لها اشواط بنشاركها انا اتمنى يعني اذا تبين ندخل في الموضوع اكثر نشوف ارقام ونشوف اسماء خيل لاني انا شفت في خيل ريتها تكون 78 و80 وشاركت في اشواط 95 وكسبت وفي خيل يعني في عده يعني سباقات ف يعني هذه فكره الهانديكاب الاوزان على اساس الكل يكون له فرصه يعني أعطيتك مثال عن سباق السعودية الهانديكاب الثاني والثالث والرابع المراكز حق البحرين اللي كسب الشوط ريته أقل من ريتهم كلهم شايل وزن أقل فيعني الأوزان 100% تفرق في خيل ريتها عالي وتشيل وزن وتكسب لكن في معظم الأحيان الأوزان تحاول أن هي توافق بين الخيل فيعني ساعات اقول والله خيلنا ما تنافس يعني يقولون ان خيلنا ما تنافس كذا انا وجهه نظري ان السباق للجميع حصانك ريته 75 والله حصانك ريته 95 لك فرصه ولك شوط ما ادري يعني اني اقعد وازيد اشواط ريتها 75 ايش قاعد اضيف انا للبرنامج ايش قاعد اضيف للنادي اذا انا هدفي الرئيسي اني انا اطمح ان الملاك والمضمرين يستقطبون خيل تصنيفها عالي ف يعني بس لحين اقول الحصان اللي انا معاك ترى 100% باللي تقوله بس خلنا نفكر فيها من جانب الاخر حلو يعني اليوم اذا انت بتقول لي انا شنو هدفي ان انا اضيف اشواط حق المدربين او الملاك هي 75 وانا ابي ارفع من مستوى السباقات وارجع اقول لك هاي مقدره المدربين والملاك الموجودين حاليا يعني بالمقابل ما في معادله متزنه عشان احنا نقدر نجزم على الكلام اللي انت قلته لان اذا انت بتقول هاي الكلام بقول لك معناته انت لازم وفرت 1 2 3 من جوائز علشان انت تقدر تطالب المدربين او الملاك ان هم مثلا يشترون خيل مثلا ريتاتها اعلى او يقدرون ان هم يكونون عندهم خيل مثلا في هذه السباقات صح. بس اصلا هاي الشيء حتى الان غير متوفر علشان احنا نقدر نجادل المدربين والملاك في ان ريتات اعلى صح هذه احنا شغالين عليه حاليا السبونسرشيب والجوائز والامور ذي من اولى يعني من الاولويات في النادي لكن اللي ارجع اقوله ان الحصان اللي ريته 78 و76
يعني ما ابي اذكر يعني في خيل اذكر احنا نحب نذكر لا اليكو مثلا الابرار هذه خيل ريتاتها نازله دخلت وكسبت هانديكابات 95 و90 يعني فيمكن هاي الاسمين اللي يحضروني حاليا غير وغير خيل ثانيه ف يعني ما ادري شلون نقدر نوصل المعلومه او نقنع الملاك المضمرين ان حتى لو حصانك ريته 76 78 80 ممكن يدخل شوط 95 وممكن يكسب. عندي مثال ما اعرف اذا ممكن تفسر لي يعني مثلا اكثر مدرب انتقد وايد انه ما في اشواط مثلا محمد سعيد كان دائما يقول مثلا لما ساله عن رماني قال ما في اشواط له وين ادخله ويعني وقيس عليها. والله مثل ما انت عارفه يعني قعدنا معاهم وقاعدين نسوي يعني كل اللي نقدر عليه ان نوفر اشواط والدليل ان احنا فتحنا 7 اشواط الموسم ذي ايه في كان زياده ايه على رغبه المضمرين ولحين بعد في مطالبه اكثر ايه بس يعني احنا نبي نسكر هاي الموضوع ونبي يعني خلينا نقول كلوجر خاتمه ان هل في اشواط زياده بتنفتح الموسم الجاي؟ طبعا مثل ما انت عارفه المضمار اليوم طبعا الانر تراك يعني انفتح وقدرنا الحين احنا يعني بيخفف العبء على المضمار الرئيسي فان شاء الله يعني بنحاول ان احنا نضيف اشواط كانت تجربه حلوه الموسم ذي استضفنا بعض السباقات يمع وسبت واتوقع كانت يعني يمكن شوي متعبه بس ممتعه فبنحاول قد ما نقدر ان احنا نضيف اشواط الموسم القادم. انتم لما تيوم بتضيفون اشواط تشوفون طبعا عدد الخيل الموجود في الفيلد وهل ممكن انه يعني يتعبى هاي الشوط بعدد من الخيل؟ نعم. فاذا اليوم انت الشيخ سلمان قلت لي انا مثلا ما اقدر اضيف هاي الاشواط لان انا ما عندي اصلا عدد خيل بيشارك فيها فبقول لك انا 100% معك فهل هاي الشيء موجود يعني الاحصائيه؟ اكيد ما بنفتح شوط يعني 7 اشواط اللي ذكرتهم لك طبعا تجي رساله من عدد من المضمرين طالبين فتح شوط معين المكتب السباق يدرس الهورس بوبيليشن هل عندنا خيل بالمستوى ذي بيملي الشوط ذي ولا لا؟ وإذا ردوا بأنهم مقتنعين طبعاً ينفتح الشوط. تعطونهم هاي الإحصائية إذا ما كانت موجود إذا ما كان يعني في خيل موجودة أصلاً تشارك؟ نعطي. يعني مثلاً عدد مثلاً من المدربين أو الملاك طلبوا شوط معين حلو؟ أنتوا شفتوا مثلاً والله إن الفيلد ما يسمح إن أنتوا تفتحون مثلاً هاي الشوط. نعم. فهل هاي الأرجومنت اللي أنتوا تشتغلون عليه في إن أنتوا تردون عليهم؟ لأن أنا أحس إن هم لحين مو مستوعبين هاي الرد لا الكل او يظنون انه هو يصير بس انتم ما قاعدين تسوونه او ما عارف لا لا, لا 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 اي مضمر ومالك يبقي يعرف ليش الشوط ما انفتح يقدر مكتب السباق او مكتب مفتوح في اي وقت نقدر نشرح ليش ومتاكد انا بعد احيانا ساعات يقيسون تقدير يعني عشوائي بس لما يشوف هو بنفسه الارقام والاسماء والريتنجز يطلع مقتنع اي بالضبط شيخ سلمان في اشخاص معينين في النادي مدربين او ملاك يعني حاولوا انهم يتواصلون معك بخصوص اشواط وانت ما اعطيتهم رد لان يعني هاي الموضوع يعني جدا مسبب لي قلق